احنا متعودين ان احنا نيجي دايما بلطيم لان يعني بتتميز بالهدوء عن اي مصيف، بنبقى يعني قاعدين جايين للاسترخاء. وكمان مصيف بلطيم برضو فيه نظافه، مهتمين بالنظافه ومكانه مكشوف، يعني بنبقى قاعدين شايفين ولادنا قدامنا بيلعبوا، ما فيش فيه ازدحام. ازدحام مقفر، يعني بيبقى جو هادي وفيه اطمئنان. كمان طبعا الهواء يعني جميل والجو اصلا هنا ممتع، يعني جايين هنا للاستمتاع. فانا برجح اي حد يعني يجي يشوف بلطيم هيعجب بها جدا. يعني مصيف بلطيم مصيف جميل جدا يعني، والناس كويسين جدا وكل حاجة فيه مميزاته حلوة جدا، وجو هادي جدا وعيشه كويسة، والاطمئنان والأمان فيه حلو جدا برضو، كل شيء كويس في المصيف عامة. يعني طول عمرها بنحب مصيف بلطيم أصلا يعني، ويا رب تبقى سنة سعيدة على الناس كلها وكل سنة طيبين. مصيفنا بيعتبر من أجمل مصايف في الساحل الشمالي الشرقي، مصيف ميته جميلة بعيد عن مصبات الأنهار والبحيرات، وما شاء الله عندنا فريق إنقاذ عالي قمة الأمان، والحمد لله خدمات المصيف كتير ومشاريعه كتير، وما شاء الله يعني مصيف حلو. وإحنا بندعي كل الناس إنها تيجي تجرب وتقعد في مصيف بلطيم وتجرب مصيف بلطيم، إن شاء الله هيعجبهم. مصيف من أجمل، فعلا من أجمل المصايف على البحر الأبيض المتوسط، ونفسنا يبقى مصيفنا فعلا من أجمل المصايف، ونفسنا يبقى أعلى من كده كمان، وخدماته ترقى عن كده كمان كتير، واللي يجي مرة يبقى عايز يجي على طول، ما يعني مش تبقى مرة وخلاص. أنا إن شاء الله في مصيف بلطيم مصيف جميل جدا وفي تطور جميل جدا عن كل سنة، ويعني بفضل المسؤولين ومشكور جهدهم يعني. والمصيف جميل جدا زي ما أنت شايف، بس الإقبال يعني قليل عشان بالنسبة لسه امتحانات الثانوية ما بدأتش وكده، فان شاء الله يبقى في اقبال بعد كده يعني بعد انتهاء الامتحانات وكده يعني. والله هو شط بلطيم ده من احسن الشواطئ اللي بعد التطوير وبعد النظافه اللي فيه يعني، والناس هنا في احترام ومفيش معاكس للحريم ومفيش اي شيء يعني الكلام ده. والله مصيف بلطيم مصيف ممتاز، وشاطئ النرجس يتميز عن جميع الشواطئ اللي حوالين منه، وخدمات ممتازه وناس رائعه وجو جميل، حتى غفر السواحل والإنقاذ والخدمات واقفين حوالين مننا، ولو عاوزنا أي حاجة بيجوا يساعدونا، يعني شماسي، المكان نظيف، الإنقاذ شغال زي ما أنت حضرتك شايف كده، وما شاء الله على الشط الجميل ده. بصراحة الجو هنا جميل 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 يعني، بلطيم هنا الجو جميل وفي أمان يعني للأطفال، وجو 10/10 بالنسبة للمصيف، مصيف جميل يعني. والله ان احنا بنيجي كل سنه بنلاقي الشاطئ احسن من السنه اللي كان قبلها في كل حاجه، بالنسبه اي حد بيعوز اي خدمه او اي حاجه بيعوزها بيلاقيها على الشط متوفره وجيده، ومفيش حد بينقص اي حاجه هنا على الشط. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. احنا بنحب البلد ديت لان بصراحه ربنا الرئيس عبد الفتاح السيسي موفر لنا الاماكن الحلوه ديت، لان كلها عائلات وكلها ناس محترمة، وهنا الخدمة خدمة ناس